لكن تسمح لي تفضل. أقول وسائل الاتصال أنذاك في الخمسينات والستينات والسبعينات لم تكن مثل اليوم. اليوم كل تشكيلي وكل شاعر وكل روائي وكل قاص بإمكانه قضاء 24 ساعة 24 ساعة لمتابعة حصص خاصة متخصصة في الأدب، في الشعر، في الإبداع، في الابتكار، في إلا من أبى. ثم أن هناك وسائط تكنولوجية حديثة، وأنا أعلم أنك واحد من الفنانين الذين يشتغلون على هذه الوسائط ويستغلونها في الاستفادة أولا وترويج أعمالهم ثانيا. ألا تعتقد سيد طاهر بأن التكنولوجيا وقد ورطت أيضا الآن في الرسم، لا في نقل الرسم فقط ولكن في الرسم، قادرة على أن تفتك تلك الروحية للعمل الفني؟ مستحيل. أنا أسأل. مستحيل. حتى من في البداية كانت اللانفوغرافيا أو الرسم الضوئي أو الديسان نوميريك كان حاجة غريبة، وكانت له في ضلاس قاعات خاصة وحاجات غريبة وحديثة، لكن مع مرور زمن أثبتت بأنها جافة صامتة هامدة، فاللمسة تبقى اللمسة. هنا نعود إلى البصيرة، هل البصيرة هي التي تحيلنا على هذا الجفاف؟ البصيرة بالطبع بالطبع، البصيرة تبقى هي البصيرة، هي الروح، هي الإحساس الصادق التلقائي بالشيء، نمثله مثل ما نحسه حقا. لكن هل مثل ما يقول في منتصف السبعينات وحتى في نهاية الثمانينات الأستاذ عبد العالي الرزاقي يوم سأله سعيد نجام في حصة من حصصه النوعية أنذاك في السبعينات حول الشعر الحديث، قال له الشعر الحديث هو قضية مونتاج. عرفت كيف؟ الآن يكتبون القصص، يكتبون الروايات، يرسمون عن طريق كوبي كولي، عرفت كيف؟ تحس الجفاف. لكن عندما تتقرب إلى المبدع، كانت لنا فرصة مثلا، أنا عشت تنقلت كثير في البلدان الخليجية وخاصة في الإمارات، هناك كعبة المبدعين العرب وغير العرب من كل أجناس العالم. الشيء الذي عرفته أن الإخوة الخليجيين كتاباتهم أقول اصطناعية، مش على الكل، حتى ندواتهم تحاليل حاجات معروفة ومألوفة، نادر جدا أنك توجد لمسة تشكيلية أو قصيدة شعرية للشخص أنت تحس، وخاصة الكونتاكت، التواصل مع المبدع عندما تنصت وتنظر إليه، عندما تنظر اللوحة وتسمعه وتنظر إليه، حاجات يعني لامود، مثل ما موضة، مثل ما يقول الدكتور أسعد عرابي، أصبح عندنا في أصبحت الحداثة في الفن التشكيلي عندنا في العالم العربي مثل المصبرات، عندما ينتهي تاريخ استهلاكها نرمي بها. نادر جدا أنك توجد أديب، أنا اكتشفت أبو الريش في الإمارات العربية وتحس المبدع. مؤخرا في الأسبوع الماضي زارنا الأستاذ طالب الرفاعي، تحس عند قراءته، عند محاورته، كان ضيفنا عند حكاياته، عن طفولته، عن محيطه، عن أسرته، عن تحس المبدع. لكن المحيط عنده دور كبير، العائلة، الحنين إلى الأصل، الحنين إلى العروبة، الحنين إلى الإسلام، إلى الموروث الإسلامي، التأثر بتشويه، بمحاولة تشويه الإسلام. الإسلام لم يشوه ولن يشوه، حب من أحب وكره من كره، لكن هذا التشوه هو الذي يدفع المبدع بأن. لكن إلى أي مدى في المقابل سيد طاهر، إلى أي مدى العفو، إلى أي مدى يتفتح الفنان أيضا، نحن لا نتحدث عن مواطن، بالطبع مأمون السقال، يتفتح الفنان على جماليات أخرى، بالطبع مأمون السقال، أنت مسلم ومن حقك أن تحين للإسلام، لكن هناك أيضا، لكن لابد أن تقنع كذلك رؤى أخرى، تقنع الآخر. نحن نكتشف نظرا إلى الظروف التاريخية، إلى كل البلدان العربية استعمرت وذلت قهرت
كل ما حدث من دلال وكسل في العالم العربي لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا رجع إلى ظروف تاريخية، لكن العربي استفاق، لنا علماء ولنا أفضل مما للغرب. وأسفا عندما العبقرية الفكر المبتكر العربي يؤخذ ويحصن عند الآخرين، نتأثر بتكنولوجيا الآخرين، لكن نعرف شيء راسخ بداخلنا، روح الشيء، روح ونواة المادة، الجوهر، جوهر المادة وروح. ونحن في معتقداتنا وعبر قرون نؤمن بأن للجبل روح، بأن للورقة روح، بأن للشجرة روح، تسبح لربها ونخضع ونؤمن بملكوت الله. كيف يكون للوحة روحا ستار؟ استطاع مأمون، نحن عندنا الشيء جميل عندما قال الأستاذ طالب الرفاعي عندما زارنا، يريد الملمس، التقرب من الحقيقة. وسائل الإعلام شوهت كل شيء. الأمريكي اكتشف مأمون السقال، مأمون السقال من أبرع الخطاطين والأكاديميين، يدرس في أكبر الجامعات في الهندسة الفضائية، وتخصصه القبة أو الصومعة. فنان بارع، وظف التكنولوجيا الحديثة والخط العربي، طوره تكنولوجيا وجماليا وحسيا بطريقة علمية وبقناعة تفرض نفسها بالوسائل المعلوماتية الحديثة، ودار ضجة، أصبح كل أمريكي يتمنى كتابة اسمه بالحرف العربي، الحرف العربي وانسيابه، الحرف العربي الذي تغنى بالكون منذ الخط الكوفي الغير منقوط إلى الحديث، إلى الصقار العراقي يذكره بالخير، إلى نجاة المهداوي، إلى وجيه نحلة، إلى منير الشعراني، وكل أساتذة العبقرية الجزائرية، ومنهم الجزائري عبد القادر بومالة، وكثيرون كثيرون الذين هندسوا إلى الحرف العربي بتصور دقيق وجديد متجدد، لكن يبقى روحه عربيا إسلاميا. ولو حتى في الصين مثل الخطاط يون وغيره، فلا بد أن نتنقل للآخرين، ولا بد الآخرين أن يتنقلوا لنا، ليس بوسائل بروتوكولية مدروسة وتبادل ملفات، لكن بتلقائية وشفافية وحرية بالطبع. طيب.